غني غني. قبل ما نروح لفقرات صباحنا غير لليوم، خلونا نروح نشوف اليوم شو تسجل أحداث مهمة بالتاريخ. خلونا نشوف ضمن هذا التقرير. تتولد أحداث جديدة وبتتسجل بروزنامة التاريخ وبتشكل ذكرى منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 25 تموز، خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت. بمثل هاليوم من عام 1603 تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش انجلترا باسم جيمس الأول، وبعام 2007 براتينا باتيل بتتولى رئاسة الهند لتكون أول امرأة بتتولى هذا المنصب، وبعام 2016 شركة فيريازون للاتصالات الأمريكية بتعلن عن استحواذها على ياهو بصفقة قدرت ب 4.8 مليار دولار. هاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان لها بصمة مميزة بعالمنا، ففي عام 1905 إلياس كانيتي روائي وكاتب مسرحي بلغاري حصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1981، وأيضا هاليوم شهد على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 2002 عبد الرحمن بدوي فيلسوف مصري. ومن ذاكرة الصباح خلونا ننتقل لهل تعلم ومعلومات جديدة. هل تعلم أن أفضل وقت من أجل تنظيف الأسنان هو بعد تناول الأكل ب30 دقيقة أو ساعة؟ وأنه بإمكانك أن تخفف من وجع أسنانك وفمك مغلق من خلال حك قطعة من الثلج على المنطقة ما بين الإبهام والسبابة، وذلك لأن هناك ممرات عصبية تمنع من وصول إشعارات الألم من الوجه إلى اليدين، وأنه لا بد من تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الأكل الحامض، لأن هذا الأمر من الممكن أن يؤدي لضعف الأسنان. هل تعلم بأن من خلال استنشاق بخار المياه مع القليل من النعناع يساعدك في طرد البلغم؟ وأن الإمرأة تتنفس بسرعة أكبر من الرجل، حيث يحتوي جسد الرجل على 60 إلى 70% من المياه، أما جسم المرأة فيحتوي على 55 إلى 65% فقط. أما هلأ خلونا نروح ضمن تقرير لمسرح الحمراء بدمشق وعرض حفل أحلامنا الجميلة من تنظيم جمعية بيت العائلة، وتفاصيل أوفى ضمن التقرير التالي. بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أقيم حفل أحلامنا الجميلة. بدي أوصل للمجتمع أنه عندهم قدرات كتير حلوة وكتير هائلة، وبأي مجال ممكن إذا نحن ساعدناهم وقدمنا لهم الدعم بيقدروا يبدعوا. بالأولمبياد أبدعوا، بالموسيقى أبدعوا، بالمسرح أبدعوا، بالصناعة الصابون والكريمات أبدعوا، وهلأ بالبتيفور عم نجهزه والجاتو كمان عم يبدعوا. يعني صراحة نحن أولادنا بينقصها الدعم، فقط دعموهم وشوف شو بيطلعوا منهم. هي التجربة كانت هي تجربة استثنائية، كون التعامل مع شخصيات يعني العلاقة بمتلازمة الداون، طبعا في لهم خصوصية كونهم
يعني. وطبعا بخلال هذا العمل نحن بنلقي الضوء على كيفية التعامل معهم وكيفية دمجهم بالمجتمع، لأنه هنا بيمتلكوا الحياة مهارات عالية وعندهم قدرات كتير مهمة جدا، بحاجة بس كيفية نحن أنه ننميها وأنه نعتني فيها ونساعدهم ليكونوا بهذا المجتمع نافعين ويقدموا قدراتهم بطريقة يعني مدهشة، ممكن تدهش الحقيقة المجتمع وتدهش الناس وتدهش ناس كثيرين هنا ما عندهم فكرة على هذا النوع. عرض مسرحي مميز شهده مسرح الحمراء بدمشق من تنظيم جمعية بيت العائلة، جسد فيه أطفال متلازمة الحب دور البطولة، كما أتاح العرض للأطفال تقديم حالات مختلفة حسب هواياتهم. دورنا بالجمعية بنحاول تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين مميزين يتأهلوا ويتدربوا مثل أقرانهم بالمجتمع وياخذوا كتب مدرسية ويتعلموا ويقروا ويكتبوا، وهن عندهم بالجمعية مؤهلات إنه يشاركوا بالأولمبيات الخاصة، وشاركوا وسافروا على عدة دول من خلال الأولمبيات الخاص بسفر لأبو ظبي، الإمارات، لبنان، أمريكا، رفق أثقال، جيدو، أيكيدو، وفي كتير نشاطات تانية بيعملوها مثل رسم، فنون، تمثيل. فهي أو تاني عرض مسرحي هن بيتميزوا فيه، بيتدربوا من خلال المخرج الأستاذ زهير البقاعي. كل ما عم يحسوا حالهم إنه هن عملوا شيء جديد وإنه هن بيحسنوا بيطلع بإيدهم يساووا المستحيل. العرض محاولة لدمج هؤلاء الأطفال بالمجتمع وإعطاء فرصة جديدة لهم لاكتشاف هواياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وأولى مساحاتنا الصباحية لليوم رح نكون فيها ضمن عالم التدريب، ولكن تحديدا عالم التدريب الإعلامي. للأسف بات التدريب بهذا المجال عند كثير من الأشخاص هدفه تحقيق الربح المادي، وأحدث نوع من الفوضى بعالم التدريب الإعلامي وبعض المتسلقين على مهنة الإعلام. ايش بتوافق هذا الحكي؟ أكيد يعني مثلا نشوف عناوين كثيرة على السوشيال ميديا كيف تصبح إعلاميا، طريقة الوقوف الصحيحة أمام الكاميرا، الإلقاء التلفزيوني والإذاعي، هدول عناوين كتير بيجذبوا طلاب عندهم هواية الإعلام، وممكن ما يكونوا طلاب ولكن عندهم هواية الإعلام. اليوم بعد ما يساووا هذا الكورس هل هنن عن جد مهيئين ليقوموا ويوقفوا قدام الكاميرا ويعملوا برنامج؟ هذا الشيء وتفاصيل تانية حنشوفها مع ضيفنا، حنحكي فيها مع ضيفنا لليوم الإعلامي المدرب الأستاذ غسان فطوم المحاضر في كلية الإعلام بجامعة دمشق. يسعد صباحك. صباح الخير لكم وللمشاهدين الاعزاء. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. لما نحكي عن موضوع التدريب والتدريب الاعلامي دائما يقال انه دائما الصحفي او اللي عم يشتغل بمجال الاعلام لازم دائما يخضع لتدريب طول مسيرته المهنيه، فموضوع التدريب متلازم مع مهنه الاعلام قد الواحد يعني ما اخذ خبره، ولكن أكيد. قبل ما نفوت بالتفاصيل او كواليس هذا التدريب كيف عم بتصير ومين الاشخاص اللي عم يخضعوا له، خلينا نحكي عن المعايير الاساسيه والصحيحة لموضوع التدريب الإعلامي. أكيد موضوع كتير مهم أن نتطرق له بهذا الوقت بالذات في ظل هذه الفوضى التدريبية التي يشهدها سوق التدريب إن صح التعبير، وفي ظل أيضا ثورة الإعلام الجديد التي تحتاج منا إلى تدريب وتأهيل مستمر. هلأ مفهوم التدريب بشكل عام هو عملية مستمرة، عملية منتظمة تستهدف تحفيز قدرات الأفراد بهدف يعني تحقيق نوع من الأداء العالي، المهنية العالية في العمل، وذلك من خلال تنمية المهارات وصقل الخبرات والتزود بالمعلومات اللازمة للنجاح بالمهني. هلأ إذا بنحكي عن تدريب الإعلامي ربما يكون موضوع شائكا إلى حد ما، وذلك بسبب تعدد وتنوع المؤسسات الإعلامية وأيضا بسبب اختلاف المهارات. اليوم كما قلت في ظل الإعلام الجديد أصبح لدينا نوع جديد من الإعلام، لم يعد لدينا فقط الصحيفة أو المحطة التلفزيونية، بل أصبحت لدينا السوشيال الميديا بمختلف أنواعها ووسائلها. لذلك اليوم نحن بحاجة ماسة
فعلا الى التاهيل الى تاهيل وتدريب الاعلاميين. خلينا نكون صريحين، للاسف نحن حتى سنوات قليله في مؤسساتنا الاعلاميه اهملنا التدريب الاعلامي، بالرغم من وجود دوائر ومؤسسات او دوائر ومديريات في كل مؤسسه اعلاميه وترصد لها مبالغ كبيره من اجل تدريب الاعلاميين، لكن للاسف لم تستثمر هذه الاموال في تاهيل وتدريب الزملاء الاعلاميين. ليش؟ لانه نحن بالاساس ما اسسنا لثقافه التدريب، ما مرت فتره ما عندنا قناعه بثقافه التدريب. انا بدي احكي لك عن تجربتي من سنوات خادمة لمدة 5 سنوات تقريبا، كنت أمينا لشؤون التأهيل والتدريب في اتحاد الصحفيين، وطرحنا حقيقة مشروع طموح لتأهيل وتدريب الإعلاميين. عندما طرحنا هذا المشروع لقينا، ما بدي أقول معارضة بمعنى المعارضة، إنما استغراب إنه تدريب، يعني الناس استغربت إنه إحنا كيف نطرح مشروع تدريبي. لا، التدريب اليوم هام سواء للصحفيين المبتدئين أو حتى للصحفيين العاملين. التدريب اليوم هو حجر الأساس في صناعة خطاب إعلامي سوري متطور. التدريب اليوم يعني هو العمود الفقري لأي مؤسسة، سواء كانت مؤسسة إعلامية صغيرة أم مؤسسة إعلامية كبيرة. التدريب الإعلام اليوم مثل ما بتعرفوا ليس فقط مجرد شهادة أو شهادة تخصص نأخذها من الجامعة أو هو مجرد مهنة. الإعلام اليوم أصبح صناعة من أبرز صناعات العصر، لذلك هذه الصناعة حتى نتقن مفرداتها، حتى نكون مهرة فيها، يجب أن نخضع لدورات تأهيلية وتدريبية. من هون بنحكي نحن عن شروط التدريب والتأهيل. يعني التدريب ليس مجرد شهادة ورقية مزركشة، أو ليس مجرد صورة سيلفي مع المدرب الوسيم مع أثناء الافتتاح وأثناء الختام. لا، التدريب هو علم وفن قائم بحد ذاته، لديه معايير علمية وشروط. الشرط الأول أن تكون محاور الدورة الإعلامية تتضمن حاجات ومتطلبات سوق العمل الإعلامي، أن يكون المدرب معتمد، أن يملك مهارات متقدمة في التدريب. عفوا أستاذ، شو يعني هون كلمة معتمد؟ لأنه عم نشوف أسماء كتير تماماً جديدة عم تعمل هدول الكورسات. طبعا معتمد يعني معاه شهادات إعلامية من جهات حكومية داخل البلد أو حتى خارجية، معتمدة عالميا ومعروفة حقيقة بمجال التدريب الإعلامي. لذلك إذا لم يكن المدرب يمتلك هذه الشهادات التي تؤهله للتدريب فهو بالتالي ليس مدربا. للأسف أنا أشاهد الكثير من الإعلانات عن التدريب فيها مدربين حقيقة بحاجة إلى تدريب، يعني المشكلة أنه هناك مدربين يمتهنون التدريب اليوم، هم بحاجة إلى تدريب أكثر من المتدربين. وهذا يضع أكثر من إشارة استفهام حول لماذا حقيقة هؤلاء يعملون في التدريب. العنصر الأهم والمعيار الأهم في التدريب الإعلامي هو القناعة والشغف والحب للتدريب. أنا ما بدي متدرب يجي على الدورة التدريبية أو صحفي سواء كان معين جديدا في مؤسسة إعلامية يأتي من أجل أن يأخذ هذه الشهادة. لا، أنا أريد متدربا أو أريد إعلاميا مقتنع بأهمية التدريب في تطوير مهاراته، اكتساب مهارات جديدة خاصة في ظل هذا العصر. يعني نحن أمام تحديات إعلامنا الوطني، الإعلام بشكل عام اليوم بالعالم كله أمام تحديات كبيرة. نستطيع أن نواجه هذه التحديات من خلال التدريب الإعلامي. كونه إعلام جديد ونحن طالعين من أزمة، تغيرت مفاهيم ومعايير إعلامية كثير، والخطاب الإعلامي ببعض المؤسسات تغير. شو أهم شيء اليوم المفروض الكورسات تركز عليه ضمن التدريبات؟ سؤال كثير مهم. أنا ماني ضد أبداً كورسات التدريب اللي تختص بالتحرير الصحفي أو بالظهور التلفزيوني أو بالإلقاء الإذاعي. نحن بحاجة، الصحفيين المبتدئين الهواة بحاجة إلى مثل هذه الكورسات، ولكن كما قلت منذ قليل نحن في عصر جديد، في عصر إعلامي جديد يتطلب مهارات جديدة، يتطلب اليوم التركيز على أنواع أخرى من التدريب. اليوم يعني بالدرجة الأولى يجب أن نركز على صحافة البيانات. جزء كبير، قسم كبير من زملائنا الإعلاميين اليوم يجهلون ماذا تعني صحافة المعلومات، صحافة البيانات. صحافة البيانات هي تخصص صحفي يهتم بتوظيف البيانات، توظيف الأرقام في خدمة العملية الإعلامية. وعلى فكرة اليوم يعني الصحفيين الذين يعملون في صحافة البيانات هم الأكثر طلبا بسوق العمل، هم الأكثر طلبا. لذلك اليوم يجب بتوجيه من وزارة الإعلام، برعاية من مؤسسات الإعلامية، من اتحاد الصحفيين، يجب أن يتم توجيه أغلب الكورسات الصحفية إلى اهتمام بصحافة البيانات. أيضا صحافة الحلول، من فترة وزارة الإعلام مشكورة أقامت دورتين متتاليتين عن صحافة الحلول. ماذا تعني صحافة الحلول؟
صحافة الحلول هي التي تختص برصد مشاكل المجتمع وإيجاد الحلول لهذه المشاكل. لا تنتظر سنة سنتين حتى لا يجب أن تأتي الحلول خلال فترة وجيزة. هذا النوع من الصحافة يقوي العلاقة بين المواطن وإعلامه، يجعل الجهات المعنية متحفزة دائما للبحث عن الحلول. نحن عانينا، خلينا نكون صريحين، نحن عانينا من عدم ثقة المواطن السوري بإعلامه الوطني. لفترة من الفترات كان المواطن ينتظر الخبر الصحيح من محطة خارجية. يجب ألا نختبئ وراء إصبعتنا، حتى المسؤولين عنا في الإعلام يعرفون هذا الشيء. لذلك اليوم عن طريق هذه الدورات التي تهتم بصحافة البيانات، بصحافة الحلول، أيضا نحتاج إلى دورات مكثفة في الإعلام الإلكتروني في تحرير مواد الفيديو. اليوتيوب اليوم مشاهد أكثر من المحطات الفضائية. طيب اليوم عفواً، هذا اللي بدي أسألك يا يعني لما نحكي نحن عن الدورات الإعلامية، في بعض الأشخاص بيقولوا لك إنه ليش ما يكون المواطن العادي، كنا نحن بظل الإعلام المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي، ليش ما تكون هاي المهارة وضروري تكون متواجدة عند شريحة كبيرة من الأشخاص، يعني عندهم منصات إذا بدنا نقول. وفي بعض الأشخاص بيقولوا لك المشكلة مو بدي هاي الدورات، يعني ما بتمنح لقب إعلام، هي بتنادي للأشخاص يجوا يسجلوا عندها، بتجيب مدربين. الشخص في أشخاص مثلا أو يعني نحن نعرف قديش في ناس عندهم اندفاع للشهرة، هم بيصيروا مثلا بيعملوا صفحة الإعلامي الفلاني أو الصحفي الفلاني. فهون في بعض الأشخاص بيقولوا لك مو دور الدورات هي اللي تلاحقهم، في جهات هي مثلا مثل وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين، هون اللي قاضيين لما يطلقوا على هي على حالهم هي الصفة أو يمارسوا هذا العمل بطريقة عشوائية إذا بدنا. نعم شو رأيك بهي النقطتين؟ كلام جميل. يعني اليوم نحن بحاجة ماسة إلى إجراءات رادعة لضبط فوضى التدريب، وهذه المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية أو حتى كلية الإعلام، لا هي مسؤولية مشتركة. لذلك اليوم يجب أن نعمل جاهدين لتصويب هذه الدورات ووضع معايير وشروط كما قلنا من أجل منح الصحفي شهادة حقيقية وليس شهادة لمجرد ترقية مادية أو ترقية إعلامية. ونحن حقيقة نتأمل بقانون الإعلام المنتظر أن يساهم بهذا الموضوع ليكون رادع وليحدد معايير وشروط التدريب الإعلامي الصحي. يعني نحن اليوم فعلا بحاجة إلى تدريب إعلامي مهني، يعني في قاعدة بتقلك أعطني تدريبا مهنيا معتمدا على أسس ومعايير صحيحة أعطيك، أو بالنهاية صحفيا مهنيا يقدم لك أو يؤدي الرسالة الإعلامية كما يجب. واسمحوا لي أنا هون أتقدم بمجموعة من النصائح للمتدربين المتهافتين حقيقة على المراكز التدريبية. أنا سميت بكذا لقاء هي دكاكين، هناك دكاكين وليس مراكز. المراكز الإعلامية المعتمدة في سوريا تعد على أصابع اليد الواحدة. لذلك يجب على الشباب قبل الدخول أو الاشتراك في أي كورس تدريبي أن يتأكد من ثلاثة أشياء. أولا المحتوى أو محاور الدورة، هل هذه المحاور بتفيدني أنا كمتدرب في المستقبل؟ اثنين كما أن هل المدرب اسمه متداول؟ هل معترف عليه؟ هل هو معتمد؟ هل هو يملك مهارات حقيقية لتعليمي المهارات المفقودة عندي أنا كمتدرب؟ النقطة الثالثة هي البنية التحتية. يعني للأسف أحيانا أنا ذات يوم تقمصت شخصية متدرب وذهبت إلى أحد المراكز التدريبية، هي عبارة عن غرف صغيرة ليست فيها أي مقومات التدريب، لا كاميرا لا كرسي لا طاولة لا مايك لا أي شيء، إلا مجرد دكاكين هدف الربح كما تفضلت في المقدمة، هدف الربح المادي وليس الربح المهني والمعرفي. هذا هو الخطأ القاتل الذي يرتكب اليوم بحق هؤلاء الصحفيين الشباب الشغوفين بمهنة الإعلام. لذلك التدريب اليوم منه كما قلت هي مجرد استعراض، لا، التدريب نحن بحاجة لهذا النوع من التدريب من أجل تطوير الخطاب الإعلامي السوري. يعني خطابنا اليوم بحاجة إلى تطوير حتى يكون أكثر قربا من المواطن، حتى نصل إلى أهداف وزارة الإعلام في جعل إعلامنا إعلام مواطن، إعلام دولة وليس إعلام جهة معينة. نحن بحاجة إلى هذا النوع من الإعلام إذا كنا نريد للإعلام أن يكون شريكا حقيقيا في صنع القرار. وبرأيي من خلال التدريب نستطيع أن نصل إلى جزء كبير من هذا الهدف. طيب أستاذ غسان، أنت مع أنه يكون كورسات التدريب كلها يعطى أنه لصالح وزارة الإعلام أو كلية الإعلام خسران؟ لا بالعكس، يعني اليوم قلت لك أنا في هناك مراكز مرخصة في سوريا ولكن قليلة جدا. ممكن أنا برأيي يجب أن لا ينحصر دور وزارة الإعلام، يعني هي التي تعطي القرار، هي من حقها اليوم. وهلأ ذكرتيني بشغلة بدي هلأ أحكيها بعد شوي. يعني وزارة الإعلام
يجب أن تكون مشرفا عاما على هذه الدورات، ولكن يجب أن لا تكون حكرا عليها. يعني هناك معهد إعداد إعلامي هو ينظم الدورات التدريبية للعاملين في المؤسسات الإعلامية التابعة لوزارة الإعلام، ولكن طالما هناك مراكز متخصصة بالتدريب يجب أن تعطى الفرصة لإقامة كورسات تدريبية متنوعة، ولكن أنا برأيي يجب أن تكون تحت إشراف وزارة الإعلام من أجل الاطلاع على الحقيبة التدريبية. الحقيبة التدريبية اليوم يجب أن لا تقبل إذا كانت لا تحقق متطلبات التدريب الحديث أو التدريب الجيد. يعني مين بيحدد هذا الموضوع؟ وزارة الإعلام. وزارة الإعلام يجب أن أنا في هنا أريد أن أشير إلى النقطة الهامة. عندما كنا في اتحاد الصحفيين كنت أمينا لشؤون التأهيل، باتحاد الصحفيين ضغطنا بشكل كبير وقدرنا أن نستحصل على تعميم من وزارة الإعلام في عام 2018 يحدد مسؤولية إقامة الدورات الإعلامية بموافقة الوزارة. يعني لا يمكن لأي جهة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة أن تعمل دورة إعلامية إلا إذا وافقت الوزارة، والموافقة الوزارة كيف تأتي؟ تأتي عندما تقتنع بالحقيبة التدريبية وتأتي عندما تقتنع بالمدرب. لذلك قلت منذ قليل أمنا بقانون الإعلام الجديد أن يدقق جيدا في هذا بالشأن التدريبي حتى لا تبقى الأمور في حالة فوضى. صحيح، مركز تدريبي مرخص على عيني، ولكن يجب أن تعمل وفق أجندة الإعلام السوري. هناك أجندة نحن نريدها في التدريب الإعلامي يجب أن تتحقق في هذه الدورة. الربح المعنوي، الربح المهني، المعرفي هو الأهم بكثير من الربح المادي. ما بدنا الأمور تجارة. حتى التدريب العملي أفضل بكثير من النظر. يعني التدريب العملي كثير مهم. يعني أنا بدي أحكي لك من تجربتي بكلية الإعلام. للأسف الجانب النظري في كليات الإعلام وحتى في معاهد الإعلام عم يأخذ حيز كبير من الدراسي، الجانب العملي قليل جدا. يعني وان تم هذا الجانب فهو يكون يعني لا يفي بالحاجه لخريج الاعلام او لطالب الاعلام. ما في تجهيزات ومعدات موجود يعني كاملة. والحقيقه هناك في شراكه بين كليه الاعلام ووزاره الاعلام باستخدام الاستوديو الذي تم افتتاحه مؤخرا في مؤسسه المطبوعات، يستفيد منه زملاء المستقبل في كليه الاعلام. ويجب حقيقة أن نتعاون جميعا، صحفيين، مهنيين، متمرنين، مع طلبة الإعلام وإعطائهم الفرصة بالاحتكاك. اليوم الاحتكاك بالإعلاميين، الاحتكاك بالمؤسسات الإعلامية، أنا أقول لطلابي في كلية الإعلام الاحتكاك، حاولوا قدر الإمكان أن يكون لديكم معرفة، أن يكون لديكم أصدقاء في مجال الإعلامي، لأن الاحتكاك بالإعلام المعروف، زيارة مؤسسة إعلامية، صحيفة، اطلاع على آلية الطباعة، على آلية الإخراج، يفيد الصحفي كأنه يأخذ كورس عملي أكثر من أنه يتلقى معلومات نظرية. أكيد. اليوم هي متاحة بشكل كبير وأحدث ما هو موجود في كليات الإعلام. تمام. اليوم جوجل في أحدث المناهج عن الإعلام، اليوم في مؤسسات إعلامية حقيقية، في كتب إلكترونية، فيها أحدث ما يريده طالب الإعلام في المعلومات النظرية. طب أستاذ، أنت مع أنه المتدرب لما بده يخضع على دورة إعلامية إذا هو ما هو صحفي ولكن ممكن يكون طالب إعلام أو هاوي عنده يعني عنده ملكة معينة أنه يخضع لتدريب معين قبل ما يدخل على تدريب الإعلامي، إذا عنده يعني يفحص مثلا عنده شوية مهارات بالتحرير أو بالصوت؟ الصحافة هي مهنة المهارات، يعني الدراسة الأكاديمية مطلوبة ولكن بالنهاية هي موهبة. يعني مش شرط أنا يكون معي شهادة جامعية أو شهادة صحافية حتى أصير إعلامي، لا، ممكن يكون معي شهادة بكالوريا وكون صحفي أنا وأقبل بأي مسابقة بالتحرير الإعلامي، بمسابقة مذيعات، مسابقة مذيع. لكن التدريب لهؤلاء الأشخاص الذين لم يخضعوا لتدريس نظري في كليات الإعلام بحاجة جدا للخضوع إلى كورسات نظرية وعملية. أنا على فكرة في مسألة كتير مهمة، يعني اليوم التدريب فقط يجب أن لا يتناول فقط الجانب العملي، يجب أن يكون هناك معلومات نظرية عن الخبر الصحفي، عن الصورة التلفزيونية، عن الأرقام، كيف بيستخدم أنا لغة الأرقام، كيف بيستخدم البيانات في مثلا في الانفوجراف، في مثلا في تقنيات الفيديو. هذه القضايا هناك جهل كبير من قبل زملائنا فيها. لذلك التدريب الإعلامي يجب أن يركز 90 إلى 85% على الجانب العملي إضافة إلى الجانب النظري، لتكون العملية التدريبية متكاملة وبالنهاية نحصل على منتج جيد نستطيع أن نراهن فيه ونعول عليه في مواجهة تحديات الإعلام الجديد. إن شاء الله بدنا نشكر حضورك لليوم وصباحك خير على طول. شكرا لكم وعلى طرح هذا الموضوع الهام. شكرا كثير لك أستاذ غسان فطوم المحاضر بكلية الإعلام. شكرا، يعطيك العافية.
أما هلا خلونا ننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا شيرين. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين. صباح الخير الشباب مشاهدينا مجزلي أهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. استشهد مدني وأصيب 12 آخرون بجراح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بطائرة مسيرة تجمعا حاشدا في مدينة الإسقليبية بريف حما. وأفاد مراسل الإخبارية بأن التنظيمات الإرهابية استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة بمواد شديدة الانفجار تجمعا دينيا حاشدا احتفالا بمناسبة افتتاح كنيسة آيا صوفيا في مدينة الإسقليبية بريف حما الشمالي. وأشار المراسل إلى أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرين، أربعة منهم جراحهم طفيفة ووقوع أضرار مادية بمكان التجمع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين بعد حملة دهم واقتحام لمدن وقرى الضفة المحتلة. من جانب آخر أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه قوات الاحتلال قرب حاجز عورتا شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وكان قد شهدت مدينة نابلس فجر أمس اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وهي أول اشتباكات عنيفة وغير عادية تشهدها المدينة منذ سنوات. وارتقى خلال الاشتباكات شهيدين بعد محاصرة قوات الاحتلال للمنزل الذي تحصن فيه في البلدة القديمة بنابلس. فتحت صباح اليوم صناديق الاقتراع أبوابها أمام نحو 9 ملايين تونسي للتصويت على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد. ويجري الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه، في حين يجري الاقتراع الناخبين المقيمين خارج تونس بين 23 و25 من تموز الجاري. وتشكل الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد للمشاركة بالاستفتاء جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في تموز الماضي، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء. وفي خبرنا الأخير، أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل سيتريموسوف أن النازيين الأوكرانيين شنوا هجوما على خيرسون لكنه باء بالفشل فيما تكبد خسائر فادحة في صفوفهم. وقال سيتريموسوف أن النازيين الأوكرانيين شنوا هجوما فاشلا على منطقة خيرسون، وهي عبارة عن منطقة سهوب، وأي تحركات للجيش الأوكراني تنتهي بهجمات فاشلة وتؤدي فقط إلى خسائر فادحة في صفوفهم. مضيفا أن نظام زيلينسكي يدفع بالناس بلا وعي إلى الموت المحقق. ختام الموجز، والآن عودة إليك نرمين. شكرا لك شيرين، وأكيد مكفاين بباقي فقرات صباحنا غير ونستنى رشا. أكيد دانير. من قبل ما نروح لثاني فقراتنا لليوم، خلونا نروح لحمص ولمهرجان القلعة والوادي لنشوف أهم الفعاليات ضمن المهرجان مع زميلتنا شيرين العلي. باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة احتضنتها قرى وادي النضارة ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي، والذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة حمص، حيث انطلقت الفعاليات من ساحة عين العجوز عبر ماراثون الوادي بمشاركة شباب وشابات من مختلف أندية حمص والوادي باتجاه ملعب جامعة الحواش الخاصة. دائما بمهرجان القلعة والوادي نحاول نشرك بعض النشاطات الرياضية الموازية لبرنامج المهرجان الأساسي. اليوم في عنا ماراثون، والشيء الملفت للنظر انه كان في يعني مثل ما انكم شايفين هلا برا عدة فئات، يعني ان كان صغار وان كان كبار متواجدين وحابين انه يشاركوا. ساحة بلدة المشتاية التراثي احتضن سهرة شعبية غنائية منوعة بمشاركة أهالي القرية. والله هاي فعالية هيك سهرة شعبية عفوية حبينا نشارك فيها بمهرجان القلعة والوادي.
بتميزوا فيها أهل المشتاق، على درج تراثي له طابع خاص حلو عندهم، له أثر حلو. هذا الدرج قديم عمره أكثر من 100 سنة، بنجتمع عليه كل فترة أهل الضيعة، بنقعد نعمل هيك حفلة بسيطة يعني نحن ببعضنا. وعلى مدرجي مدرسة مرمريتا الخاصة قدمت جوقة كاتدرائية السيدة العذراء أم السنار بمرافقة فرقة موزايك الموسيقية باقة منوعة من الأغاني الشعبية والطربية بالإضافة إلى الأغاني الكورالية وسط حضور شعبي. واختتمت الفعاليات بسهرة الريفية شعبية ومأكولات تراثية في تنور القسطون ببلدة مرمريتا. نتاج اليوم اللي سمعتوه كله حمصية من الفرقة الموسيقية للكورال، قدمنا برنامج منوع مدته ساعة تقريبا، ساعة من الوقت، منوع من الموسيقى، منوع من الكلمات، منوع من اللغات، غنينا بالهندي، غنينا شارات مسلسلات أطفال، وفي أغاني طبعا الشعبية العالم بتحبها وبتشارك معنا فيها. البرنامج اللي قدمناه كان يعني قريب من الجمهور، قريب من الـ من, الـ من الأغاني، من الأغاني اللي بنعرفها، الأغاني اللي كلياتنا بنغنيها بأيامنا، فإن شاء الله نكون قدمنا حفل حلو. الأجواء مميزة والمغتربين كلهم موجودين هوني ومبسوطين بالمهرجان وبهالمبادرة الحلوة باتجاه القلعة والوادي. مهرجان القلعة والوادي تقليد سنوي اجتماعي حيوي، وهو فرصة لتنشيط الحركة السياحية بالتزامن مع عودة المغتربين من أبناء المنطقة. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من إحدى فعاليات مهرجان القلعة والوادي. أما هلأ رشا، وصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير، رح نضبط فيها موجة الحديث على اف ام وتحديدا على إذاعة سوريانا اف ام، لنحكي عن منجز إعلامي حصل عليه زملائنا وهو ذهبية، وتحديدا استطاع البرنامج التحقيقي قيد الإنجاز أنه يستحوذ عليها ضمن مهرجان الغدير بنسخته 13. قد ايه حلو النجاح، وقد ايه حلو اليوم بعد كل هذا الجهد اليوم صبيه اعلاميه سوريه انها تاخذ الذهبيه السوريه ببرنامجها، طبعا ضمن كادر وفريق اعلامي مميز، اكيد بدل هذا الشيء على انهم كانوا ايد واحده لانجاح هذا البرنامج. صحيح. تفاصيل اكثر اكيد مع ضيفتنا لليوم، وهي الاعلاميه عبير شحاده، مقدمه برنامج قيد الانجاز. اهلا وسهلا والف مبروك. صباح الخير، مبروك فيكي. مبروك لنا كلنا بالاعلام الوطني. صباح الخير صبايا، وشكرا على الاخباريه السوريه على اللفته الحلوه. أهلا وسهلا، الاستضافة كمان. أكيد بدنا نبارك لك بالذهبية. شكرا. عن تحقيقك يلي كان ضمن أو تحت عنوان البيوع العقارية. رح نشوف أو نروح نحضر لحظات من التكريم، وبعدها بنرجع نبلش حديثنا معي. أفضل برنامج تحقيقي إذاعي بعنوان قيد الإنجاز لإذاعة سوريانا من سوريا، فليتفضل. صار عمري 46 سنة، لهلا ماني متجوز، شو صار بحالي؟ وين بيسكن؟ ما في شيء منظم كرمال موضوع العقارات كأسعار محددة، بيدفع 200 ولا 300,000 ولا 400,000. شو مبرر الارتفاع هذا الغير مسموح؟ يعني هي الأمور كانت من قبل ميسرة، كانت في عالم تشتري تبيع، هلا صار في غلاء من وراء هالقصة. قد ايه حلو نرمين اليوم انه هيك نحن كثير اكيد فخورين اليوم بالاعلام السوري اللي مثلنا ضمن العراق بمهرجان الغدير. خلينا نحكي عن هذا الاحساس الحلو. اكيد هي اللحظه صبايا اللي شفناها هلا على شاشه الاخباريه لحظه استثنائيه، فيني اقول، لانه يمكن بعد جهد وبعد مسيره عمل لما حدا بيجي وبيقول لك شكرا معنويا، هي الجائزه كثير مهمه. حقيقه فرحه كانت كثير كبيره إلي ولكل فريق العمل، لأنه نحن بالنهاية فريق واحد. نجاح إلي هو نجاح للكل، المعد والمخرج وأنا وكل الشباب اللي كانوا موجودين.
أكيد. أنت ما كنتي بالمهرجان؟ أنا ما كنت بالمهرجان. كنتي متوقعة بصراحة؟ بصراحة نحن اشتغلنا بمهنية خليني أقول، يمكن مثل ما بتتوقعي كمان بتقولي لا يمكن يكون في أحسن، بس للأمانة هذا الموضوع انشغل بطريقة كتير حرفية. البيوع العقارية هي مادة ضخمة، قانون صدر من سنة، تساؤلات كتير انطرحت، فنحن حاولنا نجاوب على كل شيء انطرح حول هذا القانون. كنا يمكن أنا هيك تلقيت الخبر، حد عم يتصل فيني عم بيقول لي عبير ربحته ذهبية، فكانت فرحة ما بتتخيلي قدي. يمكن نحن بالإعلام الوطني مرقنا بظروف صعبة، صحيح. اليوم أنك تكوني موجودة على مسرح عربي بعتقد هي شغلة حلوة كتير. أكيد عبير، اليوم نجاح أي عمل إن كان إعلاميا أو بمجالات الحياة هو الفريق الواحد، دائما الفريق الواحد قادر شخص واحد انه يفشل العمل، صحيح. كله وقادر اليوم انه ينجحه. خلينا نحكي عن فريق العمل، ان كان اخراج، صحيح. ان كان اعداد، ديالا اكيد بدنا نوجه لها تحيه كثير كبيره لديالا اكيد، وبالاعداد بالاخراج بالتقديم. نحكي بشكل عام كيف كان عم يتم التنسيق بيناتكم وتتفقوا على هيك على طريق معين انتم ماشيين، خط معين للبرنامج؟ اول شيء البرنامج هو اقتصادي، بتابع كل القضايا اللي لها علاقه بالناس. الاكثر جدلا اليوم بموضوع الاعمار واعاده الاعمار والاقتصاد، وبنعرف انه هذا حديث الساعه وحديث الناس. البرنامج هو من اعداد زميلتي ديالا صارم، بوجه لها تحيه كبيره، عن جد جهد كثير كبير عم تعطيه بهذا البرنامج. ما فيني انسى اداره سوريانا ممثله بديرين علي، عن جد شكرا على دعمها وقوفها حدنا. مخرجه البرنامج، عندنا فريق اخراج حكمه الشيخ بكري وميرفت العبد الله وشاشه سوريانا، لانه نحن اكيد عندنا بث فضائي، نسرين الخضور، خالد الصالح اللي بتابع المواد وسوشيال ميديا وجرافيك، كل هدول الاشخاص مجتمعين، اضافه الي كمقدمه برنامج. عملنا اسم لقيد الانجاز، خليني اقول لك عملنا انجاز لانه رب. كان للاسم هيك نصيب يعني بالنجاح. الحمد لله، ما فيكي تعملي نجاح من دون فريق عمل. الاعلام هو فريق عمل، بحياته ما قدر مقدم برامج ينجح لحاله، ولا حتى مخرج ولا معد، تكاتفنا كلنا لحتى فعلا ننجح العمل. وكنت انا كمقدمه برامج يمكن حريصه انه الجهد اللي عم يتقدم بالاعداد انا وصله وضيف عليه من روحي، من خبرتي، ومن الشيء اللي راكمته خلال سنوات العمل بالإعلام. شاركتي غير بحلقة واحدة ولا كان في أكثر من حلقة؟ شاركنا بحلقة، حقيقة هي الحلقة عرضت بأيار، شاركنا فيها، والحمد لله هي الحلقة صبايا يمكن أخذت شوي ضجة. أنا إجاني كتير على هذا اللي بدي أقول لك يا عفوا، أنه نحن لما نشتغل المادة الإعلامية يمكن متعودين أنه على روتين عمل، صحيح. نشتغل من قلبنا وبيكون في ضغط، صحيح. بتصير نحن على تراكم الحلقات هو عمل روتيني، صحيح. بكواليس وقت كنتوا عم تنجزوا هاي الحلقة بتتذكري من كواليس؟ أول شيء كان معنا عدد ضيوف كبير، كان عندي باستوديو اثنين، كان عندي تليفونات اثنين، ضيوف مهمين بيمثلوا قطاعات الدولة وغير قطاعات الدولة. كنت يعني فيني أقول متوترة شوي لأنه كنت حريصة أنه هذا الإعداد الضخم يوصل صح. حقيقة أول مرة بطلع بحس حالي تعبانة، يعني بعد الحلقة حسيت حالي مرهقة. كم المعلومات، كيفية التواصل والتوليف مع الضيوف كانت مانا مهمة سهلة. ويمكن إجاني على الخاص يقولوا لي عبير نحن هلأ فهمنا أكثر القانون وهذا المهم، الناس الرسالة لما بتوصل أنا بيوصلني حقي. إضافة لأنه وصلت الرسالة الحمد لله اليوم أخذنا هي الجائزة بمهرجان الغدير. قدمت البرنامج عبير؟ نحن تقريبا منبلش بعد موجز الأخبار الساعة 4 بعد الظهر، تقريبا يعني على 5 إلى 10 منختم، يعني بحدود 45 لل 50 دقيقة هو مدة البرنامج. أحيانا بقول يا ريت معي وقت أكثر لأنه بيكون في زخم يعني بالمعلومات حقيقة بالحلقة. والهواء حلو، الإذاعة حلوة يعني بتعطي. اليوم شو محضرتينا على الساعة 4؟ اليوم عنا موضوع كتير موضوع مهم. البرنامج اليوم بدنا نحكي عن الطاقات البديلة والمتجددة، موضوع كتير كمان مهم، موضوع انطرح كتير وهناك دعم كتير كبير من الحكومة. نشوف وين وصلنا، موضوع القروض اللي رح تنعطى لهذا الموضوع، ومعنا أيضا ضيوف مهمين يعني بتمنى الكل يتابعنا لكل حدا مهتم. تمام، معناتها رح نروح هلا لنتابع برومو برنامج القيد الانجاز وبنرجع لنكفي حديثنا معي. سنوات من الحرب، سنوات من الحرب، تراكمات من العبء الاقتصادي،
مشروعات قيد الإنجاز. قيد الإنجاز. قوانين ومراسيم. قوانين. اقتصادنا بمرحلة الإعمار بين الواقع والأمنيات. قيد الإنجاز تتابعونه يوم الاثنين 4 عصرا عبر سوريان اف ام. اكيد احنا بنتمنى تضلي محافظه على هذا الرتم بالبرنامج. اليوم قد ايه نحن بحاجه لانواع برامجيه تكون تلامس الشارع. صحيح، اليوم يمكن بظل فوضى، خليني اقول كلمه فوضى شوي، وسائل التواصل والسوشيال ميديا واحيانا المحتوى اللي ما عم بيكون بالمستوى، كثير مهم نحن باعلامنا الوطني دائما نقدم منتج صح، مضمون مهم، صوره حلوه، والاهم من لامس الوجع. هي اهم شيء بكل البرامج الاقتصاديه والخدميه، اذا ما لمستي الوجع، ما سالتي السؤال اللي عم يطرحه الانسان العادي بالشارع، ما فيك تنجحي. قدرنا يعني شوي، خليني اقول نلامس شوي الوجع، نسال اسئله الناس، وان شاء الله مكملين يعني بحلقاتنا لحتى نكون عن جد دائما عند المستوى. هذا التكريم يعني حملنا شوي مسؤوليه اكبر اكيد، نضل على نفس المستوى. بعد الجائزه عبير اكيد ادارتك اجتمعت فيكي وانت صار عندك مخططات اليوم لتطوري برنامجك اكثر، خلينا نحكي لكي. خليني أقول أنه نحن كإذاعة لما ما في صورة، الصورة كتير بمحلات كتير بتخدم. صحيح. عملنا الإذاعة يمكن يكون أصعب، لأنه أنت عم بتوصلي صوتك، من خلال صوتك عم بتوصلي كل شيء. خليني أقول أنه الشغل عم بيكون على المحتوى. يعني مبارح كنا عم نحكي أنا والمعدة أنه صرنا فينا نهتم أكثر، صار فينا ندور ونفتش ونتعب أكثر عن موضوعات بتلامس الناس ووضع الناس والظرف الراهن. مثل ما منلامس أكيد الجرح منضوي على الإيجابيات، لأنه برنامجنا هو قيد إنجاز، نحن عم نحكي عن سوريا ما بعد التعافي، سوريا الإعمار، فأكيد أيضا مهمتنا أنه نضوي على السلبي ونضوي على الإيجابي. المضمون هو المرحلة القادمة إن شاء الله نهتم أكثر وأكثر بمضمون البرنامج. طب عبير خلينا نحكي عن ظروف اعداد الحلقه. اكيد نحن بنعرف من ضمن العمل حين بيواجهنا صعوبات، تاخير. صحيح. اخطاء عفويه، خلينا نحكي عن هدول القصص. هلا يمكن اكثر شيء ايام بيكون اختيار الموضوع، ايام اختيار الضيوف، لانه بتعرفي احيانا بيكون في اعتذار من بعض الضيوف. تتشاركوا باختيار موضوع بينك وبين تيالا؟ احيانا اي، يعني بتذكر الحلقه الماضيه كنا عم نحكي عن السياحه، واحدة من الموضوعات اللي هيك اتناقشت فيها منيح أنا والمعدة، قلت لها نحن اليوم على موسم سياحي، خلينا نحكي سياحة، وين نحن من هالقطاع الاستراتيجي؟ فكان هذا الموضوع هو تشارك بيني وبين ديالا المعدة. أكيد منتشارك، مثل ما قلت لك يمكن العقبات بتصير أحيانا بالضيوف، اختيار الضيوف اللي لازم يجوا ويحكوا بهذا الموضوع. مثل أي شيء بالحياة، المعلومات بدك تبحثي دائما عن المعلومات، أيام بيكون موضوعك دقيق فيه أرقام وفيه قانون، فلازم تكوني دقيقة، ما لازم تخطئي كمان، يعني الناس اللي عم تسمع لازم توصلي لهم المعلومة الصح. هي يمكن أكثر التحديات الموجودة ببرنامج اقتصادي تحديدا. تمام. برنامج التحقيقات بشكل عام بيجذب الناس بطابعه اليوم التشويقي. صحيح. بالمعلومة اللي بيقدمها، وأنت ذكرتي من النقاط اللي بتركزي عليها هي إيصال المعلومة. صحيح. أو يعني تسهيل المعلومة للمواطن. موضوع اليوم الجرأة قديش بتعتمدي؟ بتحسي تحتاجي له كعامل اليوم لتجذبي الناس، ولا لا بكفي اليوم تطرحي الموضوع يلي بهم العالم وتقدر توصلي هي الفكرة؟ لا يعني إلى حد ما وبمكان معين مطلوب شوية جرأة، يعني خلينا نكون واقعيين، اليوم كل شيء يطرح. شو جرأة؟ خلينا هيك نضحك، خلينا نقول الوجع، السؤال اللي عم ينطرح بين الناس بلا مجاملة. ليش أنا أسمع من السوشيال ميديا عن موضوع وأنا بالإعلام الوطني غير قادر على طرحه؟ لا، أنا قادر على طرحه بأسلوبي بطريقتي، يمكن بعيدا عن تجريح، إساءة، أحيانا بتحسي السوشيال ميديا بتاخدك باتجاهات غير لائقة. نحن مهمتنا أنه نسأل ونجاوب بطريقة محترمة، بطريقة لائقة للجمهور، ونوصل له الشيء الصحيح. يعني أنا بعتقد لا، فينا نلامس شوي من الجرأة أكيد.
طيب عبير، كثير بنسمع كلمه من الناس انه نحن ملينا، يعني نحن بنعرف شو وجعنا، بنعرف مشاكلنا وظروفنا المعيشيه. صحيح. من كل الاتجاهات اللي عم نعيشها بشكل يومي. اليوم الناس يعني بتحمل الاعلام جزء كثير كبير. صحيح. وبتفكر انه اليوم مهمته هو طرح الحلول. صحيح. ولكن نحن بنعرف انه هو مهمته ايصال الصوت. صحيح. بتفكري اليوم انه انت ضمي ضمن برنامجك ايجاد حلول لكثير من المشاكل اللي عم تطرحيها؟ اكيد. ليكي بتتمني بمحل من المحلات تتمني تكوني قادرة دائما على إيجاد حل لأي قضية اليوم موجودة عم بتعاني منها الناس. لكن أنا بقول الإعلام ولو كان مهمته أنه يطرح فقط، أنا بقول لما نحن بنحكي أول مرة وتاني مرة إلا ما يتضوى، يعني في كتير قضايا لما نحكى عنها بالإعلام حقيقة تصوبت. أكيد. يعني راحوا باتجاه إيجاد حل، هذا شيء إيجابي. ولو كنا قادرين يمكن نحقق 10% خلينا نقول من الحلول، فأنا بعتبر أنه هو رقم يعني لا بأس فيه. فأنا لا مع أنه نضل نطرح ونضل نحكي ونضل نقول. وأنا بقول لهم لضيوفي نحن يعني الطاولة مفتوحة دائما لنرجع نناقش، لأنه كل جديد نحن معنيين نرجع نسأل عنه. بالتالي ما في ملف اقتصادي يغلق بشكل كامل، لا، الملف الاقتصادي يبقى مفتوح، لأنه كل يوم نحن عم نواكب تطور مستجدات. وبتعرفي يعني 10 سنين من الحرب على سوريا أكيد غيرت كتير وطورت يعني كتير من المفاهيم وبدلت، وحتى يعني الدولة باتجاه أنه تغير كتير من قوانينها، من أسلوب العمل، من سياسات العمل. هذا طبعا لي الشيء اللي ماشي، يمكن حتى عالميا اليوم ما في شيء ثابت، كله متبدل ومتغير. خلينا نحكي عبير، كنا بالفقرة السابقة عم نحكي عن أهمية التدريب الإعلامي، وأنه الصحفي أو الإعلامي أو المذيع دائما بحاجة كل فترة لدورات تدريبية لحتى يصقل هاي المهارات ويطورها. اليوم أنت كيف تتعاملي مع هذا الموضوع؟ هلأ أكيد كلنا بعدنا عم نتعلم، قد ما كان لنا سنين بالعمل بعدنا عم نتعلم. والإذاعة يمكن واحدة من أهم المدارس أنا بعتبر، لأنه أنت قبل ما تركزي على شكلك أنت بتركزي على أدائك وصوتك، تستجمعي كل حواسك لتكوني قادرة، سواء كنتي منوعة عم بتصبحي على الناس تنقلي لهم طاقة إيجابية وجو فرفوش وحلو مهضوم مثل حضرتكم هلأ موجودين ببرنامج صباحي. لما بتكوني ببرنامج سياسي الرتم مختلف، الاقتصاد مختلف، أكيد نحن بحاجة لتدريب. وأنا بقول ياريت نحصر موضوع التدريب بالأشخاص اللي فعلا هن الأهل إنهم يدربوا ويكون الموضوع منظم بشكل أكبر. أكيد حكيت نقطة كتير مهمة. اليوم أنت قادرة، أنت ما عندك غير بصمة الصوت، أنت اليوم محملة بكتير من الرسائل لازم توصل عن طريق هاي البصمة. عبير شو في لبكرة؟ دائما في شيء جديد إن شاء الله، يعني كل ما كنا قادرين هيك نستمر. حقيقة التكريم يعني والجائزة عطتنا هيك دفع شوي لقدام. نحن بنعرف أنه الظروف صعبة، ما أنا سهلة، تحديات كبيرة، والعمل الإعلامي بهي الظروف ما نوع عمل سهل. لكن يمكن اللي بقينا واستمرينا مطلوب منا أنه نحن نضل مستمرين بالعمل. إن شاء الله يا رب للقادم يكون أحسن. دائما نقدم برامج بهوامش عالية وبطريقة لائقة ولبقة بتحاكي الشعب السوري اللي هو شعب عظيم وجبار. وأنا مبارح يمكن قلت أنه أنا يمكن هي الجائزة بهدية للسوريين، لأنه حقيقة نحن 10 سنين حرب بعدنا قادرين نكون واقفين على مسرح لنتكرم، سواء ثقافيا أو فنيا أو حتى إعلاميا. اللي بيشتغل ضمن الوسط الإعلامي يمكن تمرق عليه لحظات يتعب فيها، يخضع للروتين، ولكن الشغف لما يضل موجود. صحيح. والمهنية أكيد رح يقدر يحصد. أكيد. الجوائز والذهبية كمان. نتشكرك كثير. شكرا كثير اليوم لوجودك معنا صبايا، يعطيكم ألف عافية. مشكورة جدا الإخبارية السورية على هالاستضافة اللطيفة. بشكر كل حدا بيشتغل اليوم بالإعلام الوطني بطريقة مهنية، لأنه عن جد نحن نستاهل التكريم. وأنا دائما منحازة للإعلام السوري. شكرا سوريانا أكيد بكل الكادر العامل فيها. كل التحية له. أكيد. شكرا لحضورك عبير، وألف مبروك مرة تانية لإلك ولكل كادر سوريانا. تحية كتير كبيرة من القلب للقلب لهذا الإنجاز الحلو. خليكم هيك مستمرين على طول. شكرا عبير. أما هلأ خلونا نروح لحما ولقصر العظم، خلونا نشوف هذا المعلم الأثري ضمنه شو مخبى ضمن هذا التقرير.
نحن معكم اليوم من قصر العظم في مدينة حماة، هذا القصر الذي يعتبر من أهم المعالم الأثرية في المحافظة، واللي لا يزال محافظ على طابعه العمراني وعلى جمالية هذا القصر يلي انبنى في العصر العثماني في القرن 18. طبعا لنتحدث أكثر عن هذا القصر، عن تفاصيل هذا القصر وأقسام هذا القصر، معنا الأستاذ حازم جركس مدير الآثار والمتاحف في محافظة حماة، رح يكون معنا اليوم بجولتنا حتى يعرفنا أكثر عن تفاصيل هذا القصر. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا، مرحب فيكم. أهلا وسهلا. يعني اليوم تاريخ قصر العظم في مدينة حماة، بتحكي لنا عن تاريخ هذا القصر وبناء هذا القصر. هلأ بداية مرحب فيكم. قصر العظم يعتبر كأحد البيوت المبنية في الفترة العثمانية في مدينة حماة، ونخص بالذكر نحن موجودون الآن في حي الطوافرة. يقع هذا القصر بحي الطوافرة، متاخم أو ملاصق لنهر العاصي. بناؤه فريد من نوعه، ويعتبر قصر العظم أقدم بتقدير 10 سنوات عن قصر العظم المبني في مدينة دمشق. القصر مبني كما علمنا أو نعلم بأنه مبني بالفترة العثمانية. تم بناء هذا القصر على يد أسعد باشا العظم عام 1740. تبلغ مساحته 4186 متر مربع كاملا. نحن الآن في قسم الحرملك الذي يتألف من مدخل في الجهة الجنوبية عبر مدخل منكسر، ثم نصل إلى الفسحة السماوية التي نحن موجودون الآن فيها، وهي مبلطة بالبلاط الحجري، ويوجد فيها بحر مسمنة الشكل تدعى بحر السباع، حيث الماء فيها بارد جدا. ويوجد فيها أيضا في هذه الفسحة شجرة الملونيا التي تعمر أكثر من 200 عام، حيث تزهر في فصل حزيران، عبارة عن زهور رائعة ورائحتها جدا جميلة. ويوجد في هذا القسم لدينا الإيوان كما نراه هنا جانبا، موجود في الجهة الجنوبية من الفسحة، والمؤلف من لوحة جصية عبارة عن 3 فتحات إلى برج أخضر، وكتب فيها أبيات من الشعر. ما يميز قصر العظم وجود القاعة الذهبية التي ألفت، عبارة عن رواق أمامها مؤلف من 5 فتحات محمولة على 4 أعمدة من الرخام والجرانيت، وهناك تيجان كورنثي. نظام البناء فيها هو نظام الأبلق، أي أبيض وأسود وملون. يوجد فيها واجهات رخامية مزخرفة، وفيها فتحات علوية أيضا كمان مزخرفة بزخارف رائعة، ويوجد فيها القبة المتسامقة العليا يبلغ ارتفاعها ما يقارب 16 متر. هذه القاعة أولا نبتدئ في بدايتها بباحة مربعة الشكل، أرضيتها عبارة مبلطة من الأرخام والجرانيت الملون، ويوجد فيها بحرة مسمنة الشكل تدعى فسقية. هذه البحرة يوجد فيها ما يسمى رزنامة مائية، هذه الرزنامة المائية يوجد فيها 53 نافورة. نعم. فوارة. النوافير فوارة. نعم. الأقويل تقال بأن لكل نافورة من هذه النوافير ارتباط في أحد النواعير بمدينة حماة. شكرا لك أستاذ حازم جركس على هالجولة هاي الحلوة، تعرفنا فيها من خلال هاي المعلومات عن قصر العظم في محافظة حماة، واللي يعتبر مثل ما ذكرنا من أهم المعالم الأثرية في المحافظة. وشفنا هذا القصر بيتكون وبيتضمن عدة أقسام، ولا يزال محافظ على الطابع العمراني وجمالية هذا القصر. نتمنى أن نكون قدمنا لكم شيء مفيد من خلال هاي الجولة، وعرفناكم أكثر عن قصر العظم في محافظة حماة. ومحطتنا الأخيرة لليوم رح تكون ضمن عالم الطفولة، وتحديدا مع الأنشطة الصيفية، وتحديدا أكثر يلي رح تكون ضمن المنزل. رح نحكي هالتفاصيل مع ضيفتنا بالاستديو اختصاصية رياضة الأطفال نشيدة بودو. يسعد صباحك. صباح الخير. صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي اليوم عن قصة كثير مهمة بالنسبة للطفل وبتأسيس الطفل. اليوم نحن ما فينا نضغط على طفلنا بس دراسة أو بس كورسات للمدرسة
الدراسي اليوم في مساحة هو خاصة فيه بعالمه وبخياله، ومفروض كمان نحن نعطيها جانب كثير مهم بحياتنا. قدمهم اليوم الأنشطة الصيفية بتنمية ذكاء الطفل. هلا الأنشطة الصيفية كثير مهمة بالنسبة للطفل، خاصة بالظروف اللي نحن هلا عايشينها، عم نخاف نطلع الطفل برا، عم نخاف من موضوع الجراثيم والأمراض، فدائما لازم نخلق لهم للأطفال أنشطة بالبيت تقدر تنمي لهم مهاراتهم ويستمتعوا فيها. دائما الأهالي بيتشكوا من موضوع نق الطفل، إنه هو مالل، إنه هو ضايق خلقه، شو بدنا نعمل له؟ فدائما لازم نبتكر أفكار، فينا نبتكر أفكار كتير بسيطة من أغراض البيت الموجودة من دون تكاليف، نقدر فيها نسلي الطفل ونعلمه ويستمتع فيها بنفس الوقت. تمام. طيب هذا الطفل عندنا طفل شقي، طفل هادي، طفل عنده مثلا فرط نشاط، خلينا نعطي امثله لكل نوع من الاطفال وشو النشاط الملائم لهم ضمن المنزل. تمام. هلا خلينا نبلش بالاعمار الصغيره، فينا نبلش نشاطات الاطفال من عمر الاشهر، فينا نعمل لهم، هن طبعا بعمر الاشهر بيكون مكانهم الارض، بيكونوا عم يزحفوا، فينا نعطيهم نشاطات تكون موجوده ضمن البيت، مثلا نعلمهم عن الفواكه، نجيب لهم فواكه حقيقيه نحطها قدامهم، نقول لهم شو اسمها، ودائما بهذا العمر لازم كثير نحكي مع الطفل لانه هو بيكون عم يخزن الكلمات لحتى يكون في عنده مخزون بالكلمات كثير منيح، ونعمل لهم قصص ستوري كتير مهمة للولد بهذا العمر. لما بيكبر الولد شوي بتختلف النشاطات، بصير بدنا نركز على المهارات، مهارات الطفل السمعية البصرية بعمر السنة مثلا، لازم مثلا نحط لهم ألوان يطلعوا فيها، نسمعهم أغاني، نحكي لهم أحرف. كل ما كبر شوي الولد بتختلف النشاطات، ودائما لما بدي مو كل الأنشطة بيستمتع فيها الطفل، دائما لازم شوف أنا ابني شو بيحب لحتى أعمل له، مثلا في أطفال ما بتحب التلوين، ممكن مثلا استبدلها النشاط بنشاط تاني يكون يوسع له مخيلته، مثلا في عنا أنشطة هي الأنشطة الموسخة بالبيت يعني معظم الأمهات بتكرهها لأنه مثلا ممكن يكركبوا للبيت أو يوسخوا لها، بس هي بالنهاية جدا كتير مفيدة للولد. مثلا ممكن اني اقول له ينقل المي من مكان لمكان بكاسه، خاصه هلا بالصيف وشوب، تمام؟ ممكن اني مثلا احط له من اواني المطبخ مي وعاء فاضيه ووعاء مليانه، ونقول له نقول الميات من هون لهون، هو حيستغرق وقت وبنفس الوقت حينمي مهاراته الحسيه، وبنفس الوقت حيطورها وحتى مهارات التوازن تماماً والتركيز. تماما بيركز اكثر لما بده يفضي المي من الكاسه لقلب الوعاء اللي هو بده يحط فيها. ممكن نلون له رز، ممكن نخلق له بيئه، مثلا نعلمه عن الحيوانات، نحن ما فينا مثلا نورجيه الاسد وين بعيش، ممكن نجيب له شويه تراب ولعبه الاسد المجسم ونحط له اياها بالبيت وهو يلعب بالتراب، هذا الشيء كثير بينمي له مخيلته. احنا اليوم عم نحكي عن اعمار الخمس سنوات تقريبا او ستة، صحيح؟ طيب هدول الاعمار يعني اليوم نحن الفكره كثير مهمه ضمن الظروف الاقتصاديه، انه في كثير من العائلات هي اليوم ما انا قادره انه تطلع بابنها لمراكز انشطه صيفيه، وخاصه اليوم انت اكيد بتعرفي وعلى دراي بالتكلفه، فاليوم هذا جو نحن قادرين نخلقه، ولكن نحن كمان اليوم في عنا ام مضغوطة بالعمل بهموم المنزل بالأطفال واوا، قد اليوم مهم تحاول تخلق هي المساحة والوقت لهذا الطفل. تمام. هلأ كتير مهم هذا الشيء، أول شيء بتقوي علاقتها بابنها، ثاني شيء بخف الستريس الموجود بالبيت، يعني حتى الأب وقت بيقعد مع الولد وبيعمل معه هاي النشاطات كتير بيخلق جو حلو. ثاني شيء الطفل دائما لما بده يروح على مدرسة دائما بيكون في اختبار لإله، فلما أنا بفيد ابني بهذا الوقت بعلمه عن طريق أي لعبة، ممكن علمه الأرقام الأحرف، ممكن إذا كان مثلاً الولد شقي كتير وما بيقعد أكيد ما رح أحطه وأقعد لقنه الأحرف والأرقام بشكل تلقيني، ممكن أعمل له إياها عن طريق لعبة، مثلاً ابني كتير حرك بحط له الأحرف بالأرض هن بيكونوا على طريق كرود، بقول له مثلا نطلي على حرف الألف، نطلي على حرف الباء، ممكن مثلا هو بهي الفكرة يكون عم يلعب ويستمتع وبنفس الوقت عم يتعلم. تمام. أيضا من الأنشطة اللي كتير دارجة وغير مكلفة هي الموبايل، يعني كل الأهالي
بيعطوا هذا الجهاز للطفل ويا على الأغاني الأطفال بمختلف الأعمار إذا بدك من تحت السنة عم بتكون. خلينا نحكي عن هاي النشاط، هل يعتبر نشاط؟ هل تمام. كيف فينا نستفاد منه بدال مداره؟ يعني مداره صرنا بنعرفه أنه بتأذي العيون ولازم يكون في مراقبة لشو عم بيشاهد الطفل، ممكن يكون أو نقدر نحول هذا النشاط لشيء إيجابي؟ هلا الموبايل هو واقع جزئي من الحياة، فما فينا نحن نلغي الموبايل دائما بشكل نهائي، لا، لأنه الولد إذا ما عرف يستخدم الموبايل أو الآيباد يعتبر أمي بهذا الزمن اللي نحن فيه، بس هو بنفس الوقت سيف ذو حدين، فهو كتير مضر وخصوصا لأعمار الأطفال تحت السنتين. أول شيء لازم نراقب المحتوى، ممكن بعد السنتين طبعا فينا نعطي الطفل موبايل بس بوقت كتير قليل، ونراقب المحتوى. الأسباب اللي بتضر الأطفال إذا حملوا الموبايل، الضرر هو بيكون إنه أول شيء ممكن تعمل لهم تأخر بالنطق، ممكن تسبب لهم السمنة نتيجة القعدة الطويلة، ممكن تعمل لهم مشاكل بالبصر بعيونهم، وأكثر شيء بيضغطوا دماغهم فيها من كتر الألوان والأصوات اللي بيسمعوها، فهذا الشيء كتير مضر للطفل وخاصة بمرحلة النمو. دائما بمرحلة النمو لازم نعمل أنشطة للأطفال تنمي لهم مهاراتهم. أكيد. لك عم نشوف بعض الصور للأطفال اليوم، شو أهم الأنشطة اللي ممكن يشتغلوا عليها؟ تمام. بتحسي الأطفال بيحبوا الطين والتراب كل شيء مؤذي بيحبوا؟ لا، لا مو كل شيء مؤذي، الأطفال بيستمتعوا بهي الألعاب أكثر من الألعاب اللي بتخرب بتوسخ ياها. يعني الأم هون بتاكل هم كثير كبير، سبب لأنه هنن هون عم ينموا مخيلتهم، عم يلمسوا الأشياء، يعني مثلاً الطين بيعرفوا المادة الرطبة من الجافة، الباردة من السخنة، الخشنة. خلينا نعلق شوي على هدول الصور اللي عم تمرق معانا. تمام. هلأ هون مثلاً عم نتعلم الأحرف نحن بطريقة كتير ممتعة، منخبيهم تحت البقوليات يلي بالبيت وندور عليهم، ومحطوطة الصورة قدام الولد بيدور على الحرف وبيقول اسمه وبيحكي طريقة نطقه بالصورة الموجودة. هون عم نعلم مثلا عن الأرقام. هلأ هون الألوان، بيتعلموا الأطفال الألوان، ولما هون شايفة هذا الملقط مثلا لما بده يقيم الطابق حتى بالصحن، هو بيكون عم ينمي عضلات إيديه، هذا الشيء بيفيده لوقت يكبر شوي وبده يمسك القلم لما بده يبلش يكتب. هاي شو؟ هلأ هاي لكي كتير بسيطة، عبارة عن كرتونة محطوط عليها معكرونة وأرقام، بده يفوت الخيط بالتسلسل من رقم 1 لرقم 2 لرقم 3. هلأ هون نحن عم نخلق بيئة لحتى الولد يفهم عالمه. شايفة مثلا هذا النشاط كيف نحن حاطين اللون الأزرق للسمك، التراب للحيوانات، هو بيفهم البيئة تماما اللي نحن عم نعلمه عليها. أهم شيء إنه هدول القصص إحنا قادرين نطبقهم بالبيت، يعني تمام. عنا هدول المستلزمات البسيطة جدا، يعني تمام. مثل ما قلتي يعني دائما اللون بيجذب الطفل، كتير بينجذب بهي الألعاب. ممكن مثلا يكون في عنا نشاطات، مثلا أنا عم أشتغل بالبيت خلي ابني يساعدني، مثلا نحط الغسيل بالغسالة مع بعض، نغسل الصحون مع بعض، هو يساعدني تماما. هدول الشغلات كتير بيستمتع فيها الطفل وكتير بتنمي له مهاراته، بتعلمه رعاية الذات، يعني كيف هو يقدر يعمل حاجياته من دون ما يطلبها من حدا. طيب خلينا كمان نحكي عن ما بعد النشاط، يعني اكيد حتكون في حاله من الفوضى والكركبه يعني ممكن تصير بالبيت، قديش اليوم المهم تخلي ابنه يشارك بعمليه التنظيف اليوم بعد يعني بعد عمليه اللعب اللي صارت؟ هلا هذا الشيء نحن بنسميه مثل ما قلت لك رعايه الذات، يعني انا مثلا اي فوضى بعملها سواء بالنشاط او بغير نشاط لازم انا ارتب، اعلم الطفل كيف يرتب اغراضه ويساعدني بهذا الشيء لحتى يصير يعتمد على نفسه اكثر، لحتى ما يصير طفل فوضوي. تمام. خلينا هيك نحكي بعض النصائح للامهات اليوم. انت اليوم اذا حابه يعني الام، حكينا بظروفها، يعني شو بتقولي لها على اكثر شو اكثر شيء ممكن تروح عليه وتستفيد منه ضمن الخمس سنوات الاولى؟ هلا بالخمس سنوات الاولى انا بنصح كل ام الموبايل قبل السنتين ممنوع منعا باتا، بس عم نشوفهم حاملينه للاسف. والله ما بيصير، كثير بضر الاطفال، حتى لو اغاني اطفال عم يشوف اغاني اطفال، اغاني من دون يعني بس صوت،
اذا يعني بدون صوره قصدك؟ بدون صوره. ما هي الصوره هي اللي عم تجذب الطفل، ليش ما انه مشان عيونه؟ لا دائما الولد وقت بيقعد وقت طويل على الموبايل بيعصب، بيتضايق، بينضغط دماغه من كثر الصور، الالوان، الرسومات. حتى اذا بتشوفي اليوتيوب بيكون في فيديو ورا الثاني، فيديو ورا الثاني، حتى ما بيكمل الفيديو، بيرجع على الفيديو اللي تحت وين الصوره اللي بتعجبه اكثر شيء بيرجع بيشوفها، يعني حتى ما بيتعلم يخلص الشغله اللي هو عم يعملها. فاول شيء نبعد عن الموبايل، ثاني شيء نخلق للاطفال اي نشاط بالبيت. اول شيء مثل ما قلت لك بقوي علاقتنا بالولد، ثاني شيء بخفف الستريس داخل المنزل، وثالث شيء بيخلي الولد تتطور مهاراته، تنمو مخيلته، ويقدر يصير قادر بالمستقبل يكون شخص مستقل ويرتاح بحياته، وخاصة الأكاديمية كتير بتعلم الأنشطة. في بعض الأطفال يمكن عندهم مشكلة ما بيعبروا أو ما بيحكوا كتير، تمام. في لهم أنشطة اليوم ممكن تطبق بالبيت بتساعد الطفل لينمي مهاراته اللغوية، ليحكي أكثر ويتحدث أكثر. دائما لما بيكون الطفل صغير تحت عمر السنتين دائما نحن لازم نحكي معه، لو هو كان ما بيرد، أو معفن مو ما بيرد، ما بيحكي، يعني مو شرط نقول أنا ابني ما بيفهم، لا ابنك بيفهم وبياخد هاي الكلمات وبيخزنها، ويوما ما رح تلاقيه عم يحكي بطلاقة تماما. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا اختصاصية رياض الأطفال نشيدة بوضة ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا يا عبد، شكرا لحضورك، وهيك صباحك نشاط واطفال وجمال، صباحك خير على طول. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. اما نحن وصلنا معكم لنهاية فقرات صباحنا غير لليوم، يا رب هذا النهار يكون خير عليكم وعلينا، ويكون بكره في امل كثير كبير لنا ولكل حدا غالي علينا بحياتنا. لاقونا بكره 9:30 صباحا على هوا الإخبارية السورية. شكرا لكل حدا تابعنا، وأكيد شكرا لك نيرمين. شكرا لك رشا، وأنا كمان بدي أتمنى بقية نهار تحمل كل تفاصيل الخير والرزق والمحبوحة وراحة البال، والسوريين دائما وين ما يكونوا بألف خير. باي باي, باي.